مستمعينا الكرام، السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. لقاء رياضي جديد على شهد اف ام، برنامج البطوله من 3:30 حتى الخمسة، دائما معكم منير ابري وفخر الدين رجحي. فخر الدين، اهلا وسهلا. اهلا اخ منير، وتحيه للجميع. جمعه مباركه علينا وعلى جميع المسلمين. الجمعه الثانيه ان شاء الله من بعد ان شاء الله يكون خير، رجعت الحياه شويه للمساجد في صلاه الجمعه في انتظار، يعني الله يعفو علينا ان شاء الله، في انتظار ترجع للحياه العاديه ان شاء الله. ماشي سهله والله الحمد، الناس اللي تشوفها والله شافي كاع هاد الحالات اللي كتسجل، كاين حالات، كاين حالات عندنا دراري مقربين صراحه، ملي كتبقى تسمع بحال هكا ديرنيرمون، جوج دراري اصدقاء ديالي، كل واحد عنده في العائله، الله يجيب الشفاء. وهادشي اللي كاين، كاين اخويا هادشي ديال بعض المرات كتبقى يدخلك الشك بعض المرات، ودي كي قلت يا منير الله يجيب الشفاء للجميع، والله يرحم امواتنا في هاد المرض ديال الجمعه. مساكن الناس بزاف فقدات يعني عائلتها واصدقاء ديالها، فالله يرحمهم مساكن ويوسع عليهم في هاد النهار. واخر هاد الاصدقاء اللي قلتي بالشفاء العاجل لفؤاد الصحابي، تا هو تصاب والله يجيب ليه الشفاء، الحاله ديالو شويه. حتى دابا هاد مادام كيختلط حتى شفتو فهاد القشي ديال الرياضه، هاد اخرى السفر، تداريب، فهمتي بزاف ديال الامور كتخليك، فالله يجيب الشفاء، الله يجيب الشفاء للجميع، الله يجيب الشفاء لفؤاد الصحابي اللي كيعاني من هاد المرض هذا. الله يشافيه ويشافي كاع الرياضيين، كل شيء، الحالات اللي تعلنات ديال كورونا، الله يلطف بينا. واليوم فخر الدين باش نفتحوا الشاهيه، اليوم 23 اكتوبر، اليوم واحد السيد ما عرفتش، بغيت نسولك عليه، انت غتكون تفرجتي فيه عايشتيه، اليوم عيد الميلاد ديالو، عيد الميلاد 80 ديال بولي. تفرجتي فيه؟ تفرجتي فيه بيان سير. انا ما تحش لي هذه الفرصه. شفناه تبارك الله، ف يعني في الكوب دي موند، ف ديك اللي كانت نيت في السبعين، وحنا باقي صغار، كاين زمان، كاين تبارك الله. ف يمكن انا كيبان لي، ومن بعد داك الشيء تاع يعني كاع دوك اللقطات ديالو، لي ماتش اللي بقاو محافظين عليهم التلفزيون ديال 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 البرازيل ولا ديال العالم كله، راه كيبين لك كوب دي موند تاع ديال الاوروغواي وديال يعني كاع المباريات، ملي مشى لامريكا، مشى الكوسموس في ديك الوقيته، بولي غادي الكوسموس، وصل الكارير ديالو، دار في جوج فراقي، دار اي فوالا، سانتوس وكوسموس، هو كنقول لك تبارك الله، هذاك شي حاجه. واش ملي كتطرح هاد المقارنات دابا، واش كيطيح لك في بالك كتقول راه بولي، حيت انت تفرجتي فيهم كاملين؟ لا هو اسمح لي، بغض النظر على هذاك، راه دابا هذاك راه كيتحترم وعارفين المكانه ديالو، شتي المكانه ديال بولي، عمرها ما كنظن تحيد تاريخه، ما عمره ما غادي تحيد، لان لعب في واحد الوقت صعيب، في الوقت اللي كانت العصا، هذوك الاوروغواي خصو واش داروا ليه الوقت اللي غادي يخرج مسكين، ما قدرش، بنادم كيضربك والاربيتر كاع ما كاين كاع، وصحاح ديك الساعه هما، دابا في خبرك دابا راه يلاه كيتمشي يلعب، ناوي يقيسك، الحكم كيعطيك، كاين الحمايه وكاين اخرى، كاين الله يرضي عليك. بغيت نقول لك ومؤخرا ولات بحال الفيفا كتقول لهم بحال حميو دوك اللاعبين اللي هما مزيانين، النجوم وهذا، ما كانش هذاك جونتيلي، عرفتي كان دار مارادونا حيد ليه حوايجو، هذاك زيكو العصا اللي كلاتها هو، دابا زيكو راه الناس ما تفرجوش فيه بزاف، جونتيلي السجان، زيكو راه تبارك الله هو كان 10 من هادشي ديال بولي، هادشي ديال زيكو مارادونا، واحد العدد كبير ديال اللاعبين اللي دازوا في البرازيل، غير رجعتي غير هادشي ديال الطاليان الباجيو ورجعتي وانت جاي، الاخراني هو كان كيمتعنا هذاك بيرل قبل ما يسالي الله ف اوكي، سيرتو ملي ذكرتي لي بريزيليان، لي بريزيليان كانت عندهم كان منجم ديال هاد الموائل، لي بريزيليان الخسران ديال الطاليان، حنا تاسفنا وبدينا كنبغى نوقعو كيبكيو، كان ماركا عن روسي هو اللي كان كيماركي، باولو روس ماركا ديال سجل ديال الاهداف، سقراطيس فالكاو ايدير جونيور، ويلي واحد البيت غير ماركي داك يدير غير لام باش نات من تحت وغادي يشير عليها حتى لا بيوت كيتماركا، ولا ما تبقاش تشوف المدرب تيلي سانتانا. هاد الناس صعيب يتعوضوا، خلاو شي حاجه الكره العالميه بالنسبه لي انا بهم هما باش تشهرت الكره. في اطار هاد المقارنات اللي كيقولوا دابا بالزمن، دابا كتجبد كريستيانو ميسي سميتو مارادونا، شوف واحد القضيه، منين بحال دابا منين بغاو نقولوا المقارنه، كريستيانو اللعب ديالو لو ستيل دو جو ديالو ماشي هو ديال لا ميسي، كنجوم لعب لاتي، وكاين منين نقول عاوتاني ميسي ندخلوه في الخانه ديال مارادونا، ف لو جو ديالو سي ان ميليو تيرا بولي لا ميم شوز، تا هو سي ان ميليو
كي راه بولي تبارك الله راه كان صحيح عرفتي شنو نسولك على واحد المقوله كيقولوا بولي لو جوور لو بلو كومبلي دو ليستوار صحيح تبارك الله عطاه الله كاع دوك كيقول لك شي حاجه كيكون شي جوور ناقص منها دابا كتهضر على ميسي قصور ما عندوش ديك الصحه باش يدخل يضرب بالراس بولي راه كيهز وسط ثلاثه وسط اربعه وكيضرب بالراس عنده تكنيسيان عنده دي طون تكنيسيان لاسيست يعطيك كره تمشي انت عقلتي لا بال اللي شتيها في لقطات ديال جاير زينو كيفاش جاي وضربها وحتى هي غادي حتى هذيك الكره غادي تحلل تهزات ويضربها جاير زينو جابها كت ريفيلينو حتى هو ملي كان ديرها شوف ملي كنبداو نهضروا على هذا بالنسبه لبولي كان الحدث اللي وقع ليه في المسيره ديالو انه حيت دابا كيقولوا علاش ما خرجش علاش ما لعبش في اوروب هو في 1960 كان النظام الحاكم ديك الساعه في البرازيل قالوا بولي ثروه وطنيه ما يخرجش منها ما غاديش خصو يبقى هذا ثروه وطنيه خصو يبقى داك الشيء علاش بقى في سانتوس حنا كنا ثروه وطنيه هنا ما نحترفوا نديروا 28 عام شكون اللي بغى يشرينا واش عارف انت هادي ولا ما عرفتش 28 عاود قولها راه الناس ما كانوش عارفين 28 كان القانون كيمنع الاحتراف ديال اللاعبين المغاربه تيدير 28 سنه عاد يخرج تمشي عندهم بالكفن ديالك وبقرعه ديال الزهر وبالشريحه باش تا سميتو تحترف ماشي غتحترف يدفنوك تما ثروه وطنيه ثروه وطنيه حنا قادين 28 صاحبي هذا اللي دارها واش ما خممتش او وكنتي تقول لنا ثروه وطنيه على اين ما عليناش فهذا غير كان مزيان مزيان عيد ميلاد سعيد بولي نهضروا سميتو نهضروا شوف هادو عباقره ديال الكره ما يمكنش ما نهضروش عليهم كما كنهضروا على ملي كنهضروا عليهم هما راه كنهضروا على واحد هذا الجيل كان عندنا في المغرب حتى حنايا في ديك الوقيته حتى حنا ديال الستينات والسبعينات حتى حنا دوزنا تبارك الله انت داك النهار جبتي اقصبي وجبد بالمحجوب الله يرحمه عربي بن مبارك عربي بن مبارك وانت غادي كتجبد راه حنا عندنا الكويريا مالاكا راه شوف راه بزاف ديال لي جوار تبارك الله خلاو السميه ديالهم اش نقول لك منقوشه حيت التاريخ ما التاريخ ما لا يمكنش التاريخ ما يمكنش طير تتعيا التاريخ كيبقى هو التاريخ ما يمكنش ترى هذا الناس هاد الناس دابا اللي كيجبدوا بولي وكيعرضوا عليه ملي كتكون شي حاجه ديال كوب دي موند ملي كيكون ديما يعني التيراج وصوغ هذا كتشوفوا صاحبي كتشوفهم جيب واحد عدد كبير ديال كلهم فنانه كبار ديال الكره تيكونوا جالسين في الصفوف الاماميه كتشهد شوفوا ما السيمونيا كتشهد هاد كوب دوروب براسها دابا شكون اللي كيجي لها ملي كيكونوا باغيين يديروا التيراج وصور ديال الشامبيونز ليغ وداك الشيء غتبقى تشوف هذوك دي معاك باراي ودخل غتشوف لعابه وغتشبع تصاور تشوف غيليت وتشوف بان باستون وتشوف شوف على اللعابه اللي سميتو ايوا مع كامل الاسف غيليت وان باستون اللي حببوني في لاسي ميلون في واحد الوقت انا لاسي ميلون على اين غادي نبدا معاك فخر الدين اكيد انا اليوم الحديث على مباراة الوداد والأهلي البارح قلنا الأهلي المصري غيصاد في الوداد لكن اليوم غنهضروا على الوداد اللي غيلعب مع الأهلي المصري مساء اليوم غنهضروا كذلك مع على نهضة بركان اللي غادي يلعب مباراة نهائية نهار الحد الكأس الكاف كنتمنى أن في الحديث ديالنا اليوم غننساو هذاك الشيء ديال دومي فينال بقى فينا الحال أنه كنتلاقاو جوج فراقي كنا بغيناهم كل وحدة تلعب الحظوظ ديالها شي نهار اللي دار التيراج وطاحوا بجوج تاسفنا صافي ما عندكش بقات لا باش اليوم النقاش حنا دابا كنهضروا على فريق اللي غيلعب مباراه نهائيه مع فريق مصري دابا فريق مغربي كان اليوم غادي يكون نهضروا على الحسنيه ياك ولا نهضروا على بركان وحده فيهم اليوم غنهضروا على بركان صافي ما فيهاش حنا ما ثم انا بغيت نبدا معاك من في البلاصه فين سالينا البارح كنت بعد ليامات الاشقاء المصريين ما بغاوش اخويا يسالي وما بغاوش هذاك الشيء ديالهم يسالي واش دابا التامونير كتجي بلاتي حاطين المغرب في واحد الموقف ديال وها انت كاع ها الاربط ها هو سلخك في الماتش ديال الزمالك والرجاء ولكن لا راه انتم المغرب اللي عندكم لي كوليس وانتم اللي كديروا والخبر كتكونوا سباقين ليه انتم الاولين وعرفتوا كيهضروا معاك بديك البراءه كتهضر معاك حتى كتقرب تيقو كتقول وقيله هو في التلفزيون ديالو ملي كيكون يهضر معاك هو يعني هذاك واحد الطلاق كي قلتي انت الحديث ديالو كانه يعني عادي زعما كيوريوك باللي راه الا ربحنا حنا راه الكره راه حنا اللي واعرين الا خسرنا راه لي كوليس انت اللي درتي وانت اللي فعلتي هاد المساله ديال لي كوليس نخلي المصريين ذكرنا البارح على ما وقع في الاتحاد التونسي مع طارق بوشماوي وكيهضروا على اساس انه راه كواليس وحمايه مصالح واش كتعامل بهذا الشيء فخر الدين انه الا كاين اللي يدافع عليك ولا كاين اللي شي واحد تما ولا كاينه كواليس راه انا حاجه وحده اللي نقدر نقول لك دي مومون اللي ما دخلش انا في هذا ما عرفت كي غادي نشرح لك منير
ما دخلش في المنظومه. ماشي منظومه، انت منظومه ما نقولهاش، هادشي كاع اللي كتهضر لي عليه ما معنيش به. كنسمعوها موني، كنسمعوها، كنسمعوه ديما. انا حاجه واحده اللي نقدر نقول لك وكتبان، كتبان للصغير والكبير. اشنا هي منير؟ اشنا هي؟ قول لي. هو التحكيم. ولي نقدروا نهضروا عليه حنا، اما هذاك دار والاخر هو اللي دار، هذه ما تنقدروش نهضروا عليها حتى انا ما شفنا والو، حنا ما حاضرينش. اما هي ملي كتكون ملي كنشوف انا حكام في واحد المباراه نعطيه النقاط ديالو، واش 5 واش 6 واش 7 واش 8، وماشي فخر الدين اللي كيديرها ولا منير، كلشي كاع الناس دابا اللي كيتصنطونينا والناس اللي كيتفرجوا في الماتشات، إن فوا تسلم عليه السلام عليكم السلام المرجع والحكم بحال هكا. إذا كان غلط ماشي كان الحكم هو راه ما كتهضر معاه حتى كيكون غلط، ولكن لقيته اللي الحكم تيكون قاصد راه حتى هي كتبان أموني. كيف كنقول بالدارجة كيسوقك فوالا، تيقول لك ماشي عن قصد. ستعرفوا هاد القضية، الناس كيسحبوا من الحكم يعطيك هدف ولا يعطيك ضرب جزاء، ياك لا بليبار كيمشي في هذا الاتجاه. ايه انا تنقول لهم كاين طرق اخرى، كاين طرق اخرى كنحبسك، انا حكم حبسك ما تفوتش السنتر، ما تكملش لاكسيون، انا حكم غنحبسك باش عاوتاني ليزافيرتيسمون، ليزافيرتيسمون تنكتفك كيف كنقولوا حنا. بزاف ديال 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 الامور عشناها حنا في التحكيم، عشناها. اذا انا ما نقدرش نقول لك على انه هذا دار ولا هذاك دار، اللي نقدر نقول لك واللي كنعيشوه حنا الان دابا كمتفرجين هو هذا الشيء. كيبان لك الماتش ديالك في ديك الساعه ونص، كيبان لك الحكم واش غلط ولا ما غلطش، غير هو اللي كنتمناو، اللي كنتمناو اخويا منير، حيت هادشي الى بغينا نزيدو بالكره ديالنا الافريقيه، الافريقيه الى بغينا نزيدو بالكره الى بغينا وبيان سور، حيت هادشي كله اللي شتي هاد المشاكل اللي عشناها مؤخرا وخصوصا المباراه ديال الوداد ضد ترجي، ضد ترجي راه حشومه صح مذبحه، ماشي هكاك. راه هادشي كله الا بغينا نزيدو القدام وداروا اجتماعات ومشاكل وقعات، والسبب ديالو شنو هو؟ كي كتقول انت الكواليس، هو 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 داك الضرب بيد من حديد. كون كنا كن نشخصوا الامور ونسميها بمسمياتها ونعطيو، راه ما كاين حتى حاجه ما توقع. منين يولي فار ما خدامش وحويج لي حكم ديال الشرط اللي هو قريب من لاكسيون اللي هو خصو يطلع، انا الا سمعتي لي فخر الدين بزاف ديال الحوايج، نسى كاع الروتور نتايا. لا كنديش انا لا هذه مباراه واش عرفت، نسى الروتور، نسى لاكسيدون اللي وقعت لالي بعدا، جا الحكم بهدلك بعدا في لالي وفي تيرانك ودي زاكسيون اللي واضحين ومشى شحال شي 3 دقائق ونص ولا هو كيشوف الفار والو والله ما نعطيك. واش هذا الشيء كيخليك تفتح الباب كتقول اودي راه كيخلي دابا اللاعبين، حيت اللاعب شكون هو اصلا؟ حتى هو راه كيتصنط وكيسمع وكيدخل يقرا في سميتو تعليقات وكيدير هذا، راه المشكله هذه، راه هذا راه اصلا مشكل غيبقى مطروح. واش حنا دابا ملي كنهضروا دابا كنهضروا حكا المصريين باغين، توانسه باغين، المغاربه باغين، المصريين تيقول لك انتم عندكم دابا وزن وكتقروا وانت كتقول فيها وكيكونوا الاخبار، توانسه من جهه لي زالجيريان تا هما ملي كتوصل لوقيته تا هما دابا ساكتين، جو سي ساكتين حيت ما عندهم حتى فرقه دابا، ولكن لقيت اللي ولكن لقيت اللي غادي تدخل المعقول عاوتاني والكره كيولي محاسبه. وهادشي باش كيبان لك منير، تيبان لك بالانفعال ديال اللاعبين، اللعابه ما بقاوش كيقبلوا يعني شي قرارات ديال الحكم، ما بقاش كتقبل، ما بقاش كيقدر يصبر ذاك اللاعب، الوغ كو هو انت حكم راه على العاتق ديالك واحد مباراه وعرقات وبزاف ديال الحوايج. الا بغينا نزيدوا، انا كنقول لك الا بغينا افريقيا نمشيو بالكره ديالنا، لان حنا كفانا الفيفا تبقى طرونشي لينا هي والطاس وهاد المشاكل، خاصها تحيد. انا منسجم مع 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 الطرح ديالي البارح، وكنا كنهضروا على الموضوع ديال هذا القرار ديال الكاف لفريق الرجاء، فريق الرجاء صدر بلاغ والكاف صدرت بلاغ، ولكن قبل شفنا بعض الاجتهادات كتقول لك ديك القرار ديال الكاف ما فيهش بتدخلين، رجاء قال بانه حنا التجانا لرئيس الجامعه ديالنا اللي هو فوز القجاع
وهو اللي يعني عن طريق الجامعه باش توجهنا حنا للكاف. انت اللي لعبتها في خردين في واحد لا بيريود اللي كان المغرب عنده المقعد فارغ فما كاينش الكاف ما كاينش كاينش بزاف المرات. واش كاين الفرق لا بين احنا كفرق ولا المنتخب ولا المنتخبات واش كاين الفرق بين لا عندك شي صوت لداخل كتقول راه كاين كرسي لداخل ولا ما يكونش عندك هذا الصوت ناخذوه بالايجابي ولا بالسلبي؟ بالايجابي. ولكن بالايجابي راه صوت كيقدر يتكلم في شي حاجه اللي هي معقوله. اها حيت انا هذا الرئيس ما تنظنش بانه غادي يدخل ويفرض على حكام ولا كان هذا وتدخلات وهذه غتولي شي حاجه اللي خطيره. ولكن ملي كتكون انت ما غايقدرش يلعب شكون؟ اللي شي واحد معاك في المكتب التنفيذي ولا شي حاجه غتكون انت حاضر بلي حضي راسك راه ما هي كتكون هذه. ولكن انا اللي كنقول لك منير حنا الا وصلنا حيت واحد الوقيته انا ما كنتش الناس كيقول لك دابا حنا كان واحد الوقيته الناس كيعيطوا تيقول لك ملي يسمعوا فوز القجع مشى قال لك مزيانه لينا حنا نبداو لنا بحال هكا تيقولوا نبداو لنا كيقول لك غنبداو حنا تولي عندنا حنا هذا لا راه ماشي راه ما خصش الكلام يتقال بحال هكا خصك تولي تاخذ حقك فوالا الله يرضي عليك حقك الفرق ديالنا الانديه ديالنا والمنتخبات ديالنا انا كنظن المنتخب ما بقيتش تقدر سميتو صعبت الامور فهمتيني اش بنقول لك أيه. خصوصا ملي كتولي في قضيه ديال هاد الفار وهاد لاكوب وهادشي كله باقي كاينه مشاكل باقي كاينه مشاكل وبدات كتزول وما غتزولش ماشي ب 100% ولكن بواحد الطريقه نسبه بسيطه وبسيطه جدا لان الا بغيتي الاغلاط مازال غتبقى تشوفهم ولكن انا كنقول في حضور الفار اللي هو الاداه المساعده تنظن وهادشي كله الى الحق معاك ودارها مساعده ودار فوالا ودار اله مساعده وتعاون بها حيت البارح الى شتي انت مباريات ديال اوروبا راك شتي البارح شحال من مره الحكام وفي السونترا ما زادش والناس واقفين حتى واحد موقف حداه ما كاين حتى شي حاجه بيت اور جو اذا حيدوا الفار حيت عاوتاني في لافريك يمكن هما في الاوروبيه من الادوار الاولى كاين الفار حنا الادوار الاولى ما كاينش الفار فوالا تا كتوصل دومي فينال وانت وزهرك هما 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 هم الفار دابا كتقول لي انت ما كاينش الفار وي انا ما كاينش الفار ولكن هما دابا هاد الناس انا بغيت نعطيك غير الطريقه ديال الاشتغال ديال هاد الفار كاداه مساعده الحكم الوسط كيكون هذا اللاعبين كاين احترام من بعدين على الحكم وكيخليه هو ياخذ القرار وخصنا نوصلوا لهاد سميتو لان دابا هاد التهام منير دابا اشاك فوا غنبداو نبغيو نلعبوا شي ماتش حنا بعضياتنا كشمال افريقيا او عندنا مشاكل اخويا منير او عندنا مشاكل سيونس الله يرحمك ما باقيش تحداو بهذاك الشكل الباسل ديال القجاع عنده مع الكواليس وكذا ما تقدروش تقولوها علاش ما نقولوهاش الا كانت انا غنقولها ثم سا دي بونش من كواليس كنهضر عليها الا كان عندي صوت انا مثلا كمغرب اللي شحال راه من سعيد بالخياط من 2004 ما كان عندنا عضو في المكتب التنفيذي كان بالخياط ولكن سعيد بالخياط ولكن ما كانش كاع ما كيتدخلش لا ليه مش ما بقاش 2004 ما بقى عندنا والو من 2004 صديقي حسب شنو وقع لك وانت جاي راه بزاف ديال الحوايج ماشي كنقول لك راه كاين دابا عضو مغربي راه غتولي تربع على الاقل بعدا الا كانوا دوك الاشقاء ديالنا حيت كنهضر على الاشقاء اللي قدام تما غيبغيو يديروا شي لعب غادي يلقاوك انت واقف غيقولوا لا بمعنى راه عندك واحد ولا واحد التوازن ان المغرب ولا عنده واحد الصوت هذا الشيء هذه هي الكواليس اللي اما هذاك الشيء الاخر اللي على بالك انت هذاك الشيء ما غاديش نهضر فيه لان خصو ادله وهذيك اتهامات الا فهمت من كلامك الصديق ديالي هو دابا حنا الا كنتي كتهضر على الترشيح ولا الحضور ديال فوز القياس داخل الكاف انا بالنسبه ليا على الاقل عندنا مقعد وعندنا ملي كيكون شي اجتماع عندنا واحد حنا حاضر وخير دليل على ذلك بزاف ديال المسائل اللي كانت المداخله ديال سميتو ديال القجاء هي اللي كانت ما كنظنش انا في كاس افريقيا اللي كانت وقعات واللي كان غادي الكاميرون عقلتي فاش تسحبات منها هذا بزاف ديال المسائل اللي كوما كانش يعني كيف كنقولوا حنا الانسان واقف عندك وحاضر ما غاديش توصل لها حنا راه ما بغيناش انا راه بعدا قضيه انا ضد شي واحد يجي يقول لي
سي فخر الدين خصنا يدير لينا ولا يدير لينا راه الفراقي عندهم يدير لك غير فراقي يلعبوا شوف فراقي يلعبوا المباريات ديالهم ما يكونش الظلم راه هذه هي الكلمه اللي غنصطر عليها ما يكونش الظلم ما يكونش الظلم على الوداد على الرجاء على اكادير على اي فريق كيمثل المغرب اي فرقه غتجي غدا تلعب كاس افريقيا في لاكاف ولا في الشامبيونز ليغ خصها تحترم ماشي تحترم تاخذ حقها دابا حنا كنهضروا بحال هكا ياك وقلت لك ذاك المره امونيا كتهضر دابا انت على شمال افريقيا شمال راه وشكون هما اللي خصهم يبكيو شمال افريقيا لا جنوب الصحراء هناك انديه كلات العصا وخرجت من باب ضيق ما عندها مسكينه عند الله وكاين دول اللي مابقاتش كتذكر كاع انا كندوي معاك انا كندوي كاينين فروق لعبوا كاس افريقيا ولعبوا في المجموعات وكلاو العصا خسروا وتكرفصوا داك الشيء وزادوا فحالهم مثلا كنجمعوا حويتهم هذوك عرفتوا اللي دافع عليهم حيت حنا دابا ملي كنبقاو نتكلموا دائما عندنا العين ديالنا عاطي على من الفوق هنا الفوق عام مغرب مصر تونس الجزائر راه الشيكو كانت انا عاود واحد القضيه باش الشيكوات نيجيريا باقا كتشارك بفرق ديالها وكوت ديفوار بفرق ديالها وغانا وهذاك الشيء الله تلقى مشكل حيت انا عشت مع هاد لي زيكيب هاد سوني با فاسيل باش تربحهم ليه او سوني با فاسيل باش لاربيتي يقدمهم ودوي عليا وجي عليا راه هادوك خصهم يبكيو لان حتى هادوك تكرفصوا راه مؤخرا فرقه ترجي مع واحد فرقه من هادوك مع بريميرو اوغوستو بريميرو اوغوستو وفي هذا ومساكن جمع حويجاتهم وصبات عليهم الشوت مخارجين من باب صغير مساكن ما دا فيهم حتى شي واحد ما كاين لا اعلام لا بكا لا والو حيت هذوك جاو لهيه راه اللي خصهم يبكيو راه هما هادو على اي تستمر هاد اللعبه تستمر اللعبه ديال حرب المواقع حنا غادي نكونوا متبعين وكاع الناس اللي كيتسائلوا علاش فوز القجع ما يقدمش الترشيح لرئاسه الكاف هو كيف ما كان الحال حنا كنعرفوا ماشي قرار ديال فوز القجع بوحدو كاينه دوله سميتها المملكه المغربيه كاين اجهزه اللي يا اما هي اللي غتوافق يا اما هي اللي غتقترح يا اما هي اللي غتدفع فوز القجع انه يترشح لانه غادي يترشح باسم بلد ماشي بالترشيح ديالو الشخصي واش ما يكونش في الجميع لان هذا راه منصب على ما كنسمع انا بانه الا كان باقي مازال عنده مشروع خصو يكملو داك الشيء راه لا ولكن كيبقى القرار ماشي ديالو جو سي انا منير تنقول لك راه حتى الجامعات هو راه منصب حتى هو راه كاين مشاريع راه مشاريع كاينه منير وي مشاريع خصها تكمل راه كانوا سمعت انا بانه واش يقدر يلعب يتجه لهذه القضيه ديال رئاسه الكاف ديال الكاف لكل مشاهدينا على صفحة الفيسبوك سي سيمون مساوي صوت أخويا الصوت راه نعاودو كل مرة شو ما فيها بس غير قراو التعليقات ديال بعضياتكم راه كاين شي ناس اللي كيقول لكم راه كاين الوقت ديال الموجز والوقت ديال الإشهار سي رشيد ميموني في خبار كرا الكاف عقبوا الحكم الكاميروني اللي حكم الرجاء والزمالك والعقوبة كانت يعطوه الفينال ديال بركانو بيراميدز فراسي هذا هو العقاب أخبارك هادشي اللي قالت السيد شحال مرة تفاجئنا حنا راه هو راه كاينة لا شحال من مرة بحال كيقولوا لك ها حنا رجعنا لها حنا اسميتنا المغرب لا افريقيا اي صافي هادشي اللي كاين دعوتكم بالشفاء العاجل ان شاء الله ان شاء الله فؤاد الصحابي الله يجيب ليه الشفاء مسكين سي مصطفى الرجاوي الصوت ما كاينش هنا فاش المصريين واعرين دابا الله يرحم شوف دابا اش تقول ليه دابا جمعه مباركه الله يسامح الله يرقد عليك اش تقول ليه الصوت ما كاينش فيه المصريين واعرين ودي 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 لا هو دابا انسى بانه راه الصوت ما تيكونش عتيق عتيق المنصوري سلام خويا منير بلغ اجمل تحيات واحترامي لفخر الدين راه عزيز علينا بزاف بارك الله فيك حسن وجده بتوفيق الوداد ان شاء الله توفيق الوداد سي عبد الله الرامي والله ما نقرا التعليق ديالك تتصحح شي اخطاء بعدا بدا صحح الاخطاء باش كاتب وديك الساعه نقدروا نتفاعلوا معاك لان هادشي اللي كتبتي انت صالات دو فروي ماشي حتى ماروكان مصطفى الرجاوي الوداد اللي لا عرفوا يسرقوا التأهل والله تيقدروا غير ما يدخلش لهدامه انا اللي فهمت ما يدخلش لي كاسور ولكن ما كاينش دابا الفرقه دابا هو سي مصطفى خصو يعرف بان راه ليفيكتيف اللي عندك راه باين هادشي اللي كاين باين عندك يونس الصبحي شكرا لك سي يونس الصوت كيتحبس في الاشهار الاخوان حيت شكرا سي يونس تحياتي لك الله يبارك فيك ما هو سيونس راه هو معك بلال قال لك المصريين عندهم اعلام قوي عكس دخلت عليكم بالله باش قوي اعلام قوي بالوفره
وبالامكانيات وهما فاتحين المجال السمعي البصري للقنوات. علاش باغي علاش بغيتي تبقى دائما كتسمع؟ لا ما فيها باس وذكر. لا حيت وذكر وذكر شوف هادشي اللي هضرنا عليه راه دابا كتمشي على الدار دابا ملي كتبقى تزابي في البارابول ديالك شوف القنوات شحال راه ساتيليت مصري وهذا شنو نقول لك انا شوف شحال شوف شحال كيتلف لك الحساب الله يرضي عليك وغير المستشهرين بعدا في البرامج تكلمنا انا وياك دار منير برنامج انا حضرت ليه وحضرت المباراه واحد النهار ديال البطوله ديالهم عطي داكشي ديال المستشهرين اللي دازوا انا كيبان لك الناس انهم مقومين عندهم حنا راه قلنا لهم راه الاذاعات ديالنا راه مساكن كل واحد عنده اتجاه ديالو. مصطفى المويني الرجاء كبير السي المحلل شكون اللي جبد الرجاء خويا واش كتصنت لنا ولا شي ولا شي بلاصه اخرى كيفاش قال لك الرجاء كبيره السي المحلل انا من ولكن شكون اللي جبد الرجاء حتى واحد نهضر على الرجاء يمكن كي يمكن وزيدون واحد القضيه الرجاء تكلمنا على البارح على الرجاء هذه مات حاجه واحده اللي كانت شويه هو الحالات ديال المرض ديالهم وترجينا يعني نتمنوا لهم الشفاء العاجل والرجوع ديال اللاعبين ان شاء الله بصحه جيده. احنا ما نتمنوا يكونوا واجدين هضرنا في الاول على الماتش ديالهم مع الزمالك اللي كان غيكون لا هضرنا في الاول بعدا في نسالات المباراه مع الزمالك اييه ولكن ملي بغينا نهضروا على ماتش روتور تلقينا خبر اللي ما كانش سمعه هادشي اللي كاين بعض المرات الناس خصهم شويه غير تبعوا معنا يرجع الله يرضي عليك تبعوا معنا سيدي حميد الحبيب من الداخله وبعيدا عن ثقافه الشدان بالتوفيق للوداد وان شاء الله الرجل الوداد في النهائي شكرا لك سي حميد شكرا برافو ياسين فطوى كيف اخر الدين بغيت نعرف واش الفراقي ديال اوروبا ما عندهمش الطبيب ما كنشوفوهش الا نادرا ماشي بحال ديالنا طيح اكثر من النيط لا عرفتي علاش كيكون في واحد البلاصه هذا بليغون ديالو خصو بعدا هذوك الاطباء خصو كيدير بعدا ملي كيكون داخل صربات ديالنا ولا ديالهم لا ديال الاخرين مفروض عليه بعدا سيرفيتمون والصباط ديال سميتو هذا اللي كيكون بعدا ماشي اربعه الطبيب راه هو الاخراني فيكون معاهم تيحضر هذاك الشيء اللي اربعه بعدا كاينين اربعه ولكن عاوتاني ما نهضروش على ستاف تكنيك كله كيكون راك عارفه منير راه كتكون في واحد 30 واحد ولا 40 كل واحد كيدير خدمته بل حسن خالد وعلاش المغرب ما عندوش الامكانيات يدير ساتيليت خو سير سول أشتي. وزاره الاتصال ولا. سير سول الناس اللي مسؤولين على هذا الشيء حتى انا كنسول حتى انا ما كرهتش باش يكون تكون علاش ما نقول انا اسميت اسميت سي بل حسن خالد سي بل حسن خالد اولا تحيه ليه كنقول ليه قبل ما نوصل الساتيليت نفرضوها على هذه القنوات واحد ساعتين تلي ما كان في النهار ديال الرياضه اي قاعد القنوات يديروا لنا واحد ساعتين المكانه اوبليغاتوارمون نفرضوا عليهم ويجيبوا تا هما محللين ويجيبوا هذا عبد الحميد مويده قال لك بالتوفيق لوداد الامه لعبوا الكره معنا من اجل كرامتكم من اجل التوني اللي لابسين من اجل اللوغو النجمه والهلال ترجلوا معنا واخا ما تدوزوش للفينال لعبوا بشرف قوموا بالمهمه ديالكم لن يلومكم احد ان شاء الله تكون العصبه الافريقيه لنا كلام معقول سي حميد ولكن هذا دخل من باب هذاك الضغط اللي خصو يخفف على اللاعبين من مده ماشي حتى المباراه ديال دابا كان قبل شي مباريات ولاحظنا لا في الوداد لا في الرجاء كون خففتوا عليهم الضغط الجمهور الكريم كان غادي يكون ولكن الضغط كان مفروض لانه كانوا لاعبين على بطوله اييه ما عندك ما دير وراه ملي كتضغط على البطوله لا هو منير شوف منير بقاو انفيستين حتى دقيقه ما عندك ما دير منير القضيه ديال الضغط ما نهضروش عليها لان الضغط كان على الرجاء وعلى الوداد وعلى بركان والجماهير بثلاثة ديال هاد الأندية هادي كلها راه ماشي هي اللي كانت دايره الضغط راه هما كل جمهور باغي تيتر ديالو باغي شامبيون والاخرين اللاعبين حتى هما باغيين يكونوا دي شامبيون الله يحسن العوان سي عادل عدلان هذا الشيء اللي قلتي انت راه ماشي موضوع اللي غادي نهضروا عليه يعني لا هضرتي على هذا الموضوع تهضر لي حتى انايا حيت في الصباح مشيت جلست في قهوه ونردوها موضوع ونهضر على فخر الدين تا هو حيت كان جالس في قهوه حتى هي موضوع حنا ماشي موضوع هذا باش نهضروا عليه وتحياتي لك شكرا لك سي مصطفى ودادي شكرا سي محمد بصير اقوى فريق للوداد كان سنه 92 واقوى فريق حيت جاب كاس افريقيا انا اشوف منير هذه القضيه ديال حنا ملي كتكون كتكلم على نادي الوداد الرياضي اللي تاسس في سنه 37 ولا منذ ديك الحقبه راه كاع الناس ضحات بيان سور فهمتي انا كنقولها دائما لاعبين مسيرين جمهور ديال ذاك الوقت كلشي كل واحد ما كاينش شي واحد ما عطاش شي حاجه ما كاينش حاملين الامتعه اللي دازوا فهمتي اش نقول لك كلشي اذا ديما تكون عندنا ديك الثقافه ديال الفرقه فهمتي اش نقول لك الثقافه اللي غتكون عندنا ديال الفريق
اسم ديال 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 الفريق الوداد اللي جا يشرفو ويسميتو ويعطيه داك الشيء اللي كيستحق في اي في كل زمان ومكان. فوالا كل مره غادي يكون غادي تشوف فيه رجالات. واحد سميتو جاكوار هولاكو، اقسم بالله ان مونير ما كيفهم والو في الكره، النهار كامل وفريخ كيقمع فيه. واش شتي اش كندير لك؟ لا هذا ماشي جاكوار، جاكوار هذه واحد هذه نورا النصير اللي قالت هذا الشيء. نورا كاع والجاكوار قال لك الفريق افتقد لعامل المساندة التي تعود عليها من المنافسات. ايه عامل المساندة الجماهيرية هضرنا عليها كان الدور ديالو لا رجاء لا وداد بجوج. وهذا الشيء ما كنفهموا والو في الكرة في خارج هذيك اللي قالتها لك راه سميتو عجبني انا هو هذا الجنس اللطيف هو اللي كي بخير. تحية للنساء المغربيات. مربوحة مربوحة إن شاء الله، تحياتي لكم. زاكي شكرا لك. الرجاء لن تستسلموا، ريمونتادا هي الرجاء. مصطفى المويني باقي الرجاء عنده واحد الأسبوع، نتمنوا بعد يتشافوا اللاعبين ورجعوا للتدريب الساعة كل حادث حادث. دابا اليوم الوداد هو اللي بقى لنا دابا شحال أقل من أربعة ديال الساعات. سيف خردين صراحة الوداد ما عندهاش لاعبين اللي يقدروا يقلبوا الطاولة على زعيم الأندية الإفريقية، ولكن شوف مباراة بحال اليوم كيبقى فيها المسؤوليه ديال اللاعب هو الا تقاس. راه الا بغينا نهضروا على راه هضرنا وغادي نهضروا وحتى الجمهور تبارك الله عليه راه ولا فاهم. راه غير المشكل اللي حاصل الان هو الغياب ديال كي كنقولوا داك لا دوبلور، شكون اللي غادي يدخل في بعض المراكز ويعاونك الا وقعت شي حاجه لا قدر الله. لان ملي كيجيوك دابا دي بليسير وكيجيك هذا، وحتى المدرب ملي كيبغي يزيد شويه في لا كادونس ديال الريتم ديال الفرقه، راه ملي كتجي الدور راه ما كاينش شي حاجه كثيره. واش فهمتي شنو نقول لك؟ ما كاينش هامش الاختيار. زائد نتمنوا واخا هو صعيب، واش الدراري قدروا على انهم شويه يسترجعوا شويه اللياقه البدنيه، نشوفوا شويه ديك لا فريشور. انا نقدر نزيد واحد الحاجه على هادشي اللي قلتي سو كونترول زعما. نتمنى يسترجعوا حتى اللياقه الذهنيه. لا شوف حيت هي اللي مهمه في ماتش. لا الا كنتي اون فورم في رجليك وحاس براسك هذا راه غادي تكون مزيان. دابا اللي خاص هو كنقول لك الا كان ان بلس غادي راه كنركز عليها مزيان وتنقولها صافي اون سيمين ولا اكثر ولا تنقولها لك قبل ما يلعبوا بعدا الماتش طال لينا. قلت لك بغيت كنتسنى يبان الدراري من الماتش اللي مورا الفتح انا ما شفتهم انا كيفاش كانوا، راه ما كانوش مزيانين وبانت خساره بانت مع في الماتش اللي لعبناه مع الاهلي بانت. انا كنتمنى نبقى دائما نبقاو حنا نتمناو وما عرفتش كاين الدراري الا قدروا اليوم يدخلوا بواحد الوجه مغاير وكاين شويه ديك ديال لاكرينتا اللي تنقول لك انا وباغي بنادم انا ونزيد حاجه اخرى ندخل كما قال هذاك المستمع مشكور ندخل اسيدي نادي ندير الماتش ديالي. شوف نادي نادي ما غايلهم حتى شي واحد، ماشي ما غايلهم حتى واحد، ولكن غتبقى على الاقل اديتي. راه دابا المشكله اللي كاينه حنا البارح كنتفرجوا في واخا هذا ماشي مثال واحد العدد كبير ديال الانديه اللي شفت البارح انا الاسم ديالهم ما يوصلش نابولي وتوتنهام ولكن كيقاوموا. عرفتي شنو عرفتي مونير؟ هذا ما حتى الا كانت النتيجه مغيره كتقول راك عندي ما نساك كيقاوموا هما هادي زيكيب دي بتيت زيكيب اللي ما معروفينش في الشامبيونز ليغ ولا في الاخرى في الاوروبا ليغ ولا داك المبدا ديال جاب الله شي حاجه تبارك الله. وباينه ملي كتشوف ملي كتشوفهم لاعبين تيبان لك شكون هما اللي غادي يمشيو بعيد في المنافسه. ملي كتشوف بعد توتنهام وتشوف لاسيد ميلان وتشوف هذا عدد كبير ديال الانديه تيبان لك هذاك الكاري اللي غادي يقدر يتجمع في الاخر والاخرين الله يرضى عليك والاخرين راه تيبان لك غادي يقاوموا صافي. ناخذ معنا اول مكالمه في حلقه اليوم، ذكر بالارقام 0522 36 10 36 0522 36 05 36. نور الدين من الفقيه بن صالح. سي نور الدين مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام سي نور الدين. معك نور الدين الخياري من سوق السبت ولاد النماء اقليم سقيم صالح. اهلا وسهلا، تحيه لبني عمير. الله يحفظك لينا استاذ بارك الله فيك. نهار كبير هذا نتكلمون شويه مع السي فخر الدين. مرحبا بك خويا. مرحبا بك. الله يحفظك. واحد المساله اللي بغيت نقول لك السي فخر الدين. اييه. انا كنشاهد الله سبحانه وتعالى اني احبك في الله. الله يرحم والديك. عاد نحبك علاش؟ على الصراحه ديالك وعلى الرجوله ديالك. شوف واخا كاين بعض الناس الهضره ديالهم ما غاديش هضرتك انت ما غاديش تعجبهم، ولكن هذوك الناس انا تنقول لهم ان فخر الدين انا اقسم بالله العظيم انا كنحس بالهضره ديالك خارجه من القلب وفيها الصدق. الله يبارك فيك خويا بارك الله فيك. صراحه انا بغيت نسولك السي فخر الدين بعد واحد ثلاثه الاسئله. مرحبا بك خويا. مرحبا بك. واش انت السي فخر الدين مع ان السياسيين شدوا الفرق القرية ولا لا؟
وانا الا كان سياسي ويبقى بعيد وما يدخلش فيها، ما تدخلش الكره هذه، ما نقدر نقول لك واقيلا نقدر نقبلها، ولكن كي قلتي الا بقيت كنشتغل انا من بعيد وما عندي علاقه، فما ندخلش السياسه في الكره، ما نديرش الضغط، ما نديرش بزاف ديال المسائل. هذه ما كاين حتى شي مشكل، ماشي ما كاين حتى شي مشكل. انا بالنسبه ليا هذا رايي ديالي، ولكن الا بقيتي بعيد وما تنظنش الناس كيبقاو بعاد، هذا هو المشكل اللي واقع دابا. حيت ما تقدرش تمارس السياسة وحزب وهذا وميم طون عندك واحد الفرقة وميم طون، راه هذا هو المشكل اللي تيوقع دابا حنا في المغرب حنايا. واحد السؤال اخر سي فخر الدين، واش كيبان لك حنا اخويا فخر الدين حنا كفرق مغربية نقدروا ننافسوا الفرق العربية، وحنا كاع الوليدات ديالنا كاع النجوم ديالنا كنبيعوهم ليهم ونزيدو اليوم نقارعوهم؟ لا لا، واحد القضية نقولها لك وشكرا لك على السؤال. انا كان كيبان لي في واحد الوقت راه قضيت تلعب مع السد وتلعب مع العربي وتلعب مع هذا، دابا حاليا إذا بغيتي تلعب مع هذه الأندية العربية غادي تلقى مشكل، لأنهم عندهم لاعبين، عندهم أحسن لاعبين، خيرة اللاعبين كيجيبوهم. يعني حنا كنا في واحد الوقت مع كامل سي عز الدين ياك؟ نور الدين. سي نور الدين مع كامل احتراماتي، كنا في واحد الوقت قدرت تمشي تربح بربعة بخمسة، كانوا مباريات كيجيبونا حنا عاديين في واحد الوقت، فهمتيني؟ راه المنتخب السعودي في واحد الوقت جانا خسر ما عرفت بعشرة ولا ما عرفت الناس كتشتغل، الأندية ديالهم كتشتغل وغاديين، وخير دليل على ذلك راه كتشوفهم في كاس اسيا كيديرين، وكتشوف النيفو ديالهم العالمي اللي كيلعبوا مع الكوريين ومع الصينيين ودائما حاضرين. السؤال الثالث، السؤال الثالث السي فخر الدين بسرعه بغيت نسول السي فخر الدين الفريق واش يعرف امل سوق السبت لكره القدم؟ الله يا كاينين الله يا ودي كنشتغل معكم بالله غلا. نعم اخويا فخر الدين، راه عندكم واحد الوليد في الوداد شينا يوسف راه من السوق السبت. ايوا شوف كنتمنوا ان شاء الله اليوم الوداد ان شاء الله ماشي بعيد باش نشوفوا غدا ان شاء الله في العناوين ديال الصحف المغربيه الوداد يقلب الطاوله على الاهلي والنهائي. ان شاء الله فمك الله سي نور الدين. ان شاء الله ان شاء الله. تحياتي لك نور الدين من الفقيه بن صالح، شكرا لك سي نور الدين. نبقاو في الوداد، شنو دابا الخطاب اللي غادي اللي خصو يكون المدرب مع اللعابه؟ هو الخطاب راه ماشي اليوم، لا اليوم هما داخلين. لا راه الخطاب راه ماشي اليوم، الخطاب راه من نعرف فاش مشيتي قلعتي فاش ساليت هذاك الشحن، فاش ساليتي الماتش هنا راه غيبدا الخطاب، راه اول حصه تدريبيه كيبدا فيها الخطاب. الخطاب راه بدا من نهار الاثنين ثلاث الاربعاء الخميس البارح واليوم الجمعه مع الصباح. انا تنقولها لك الخطاب ما خصوش يحبس حتى الماتش، ماشي شي خطاب اللي تيكون يعني بعض المرات ما خصكش تبقى الضغط على فهمتي اش بنقول لك يا مولاي. محسن قال لك نتمنى الدنجله تكون منصفه اليوم. اذا كانت مقليه مشينا فيها الدنجله. نتمنى الدنجله تكون منصفه اليوم. الحكم غيكون هو الجنوب افريقي غوميز. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. أنا والله العظيم منير والله ما خصنا نبقاو نخمو في حالكم، بغينا نوصلوا لنا أنه واش أخبارك راه ولينا مراد؟ راه كتدخلك لهذا الشيء. الصحافي ولا مريض، الجمهور ولا مريض، الأندية ولات مريضة، راه هذا الشيء اللي غنوصلوا ليه راه خطير أصاحبي، راه ولينا دابا ما بقيناش كنقلبوا على لو ريتم ديال سميتو، أول حاجة ولينا كنبحثوا عليها الحكام. شكون هو الحكام؟ ومنين؟ واش فايت لاعب لينا؟ واش هو اللي كان دار لينا؟ وهذا راه مشكل في حد ذاته. مشكل كيتاثروا به اللاعبين، راه حتى اللاعبين كيتاثروا الى وصلتهم هاد الهلالي. عبدو السلام عليكم ورحمه الله، مساء الخير للجميع، تحيه وداديه لجميع العقول الراقيه. واش هذا البرنامج متاح على اليوتيوب مباشره؟ جاوبنا السي منير لا للاسف مازال غادي يكون البث على اليوتيوب، دابا البث غير على صفحه الفيسبوك. شكرا لك صديق ديالنا العزيز. تيوم انا يكون في غادي يكون ان شاء الله يكون الواتساب غادي يكون. لا غادي يكون خصيصي برا الناس كيطالبوا بالواتساب ويتصابوا غادي يكون غادي يكون الله يرضي عليك. انما قد امور السي منير غادي يكون. سي منير كنتظروا ريمونتا درجه جويه من نادي الوداد الرياضي ان شاء الله. راه الريمونتادات عرفتي ملي كتمشي خاسر بعدا عندك واحد الفرق، راه اي عمليه تقلب النتيجه راه ديما ريمونتادا. ماتش منير اول حاجه غادي ترجع للور شويه وترجع تقول يا ريتكو كانت 1-0، يا ريتكو كانت 1-1، يا ريتكو كانت 2-1، فهمتي اش بنقول لك؟ يا ريت ويا ريت. لا هادو لا بدا ما غادي ما عمرك ما كنتي تتوقع، حيت النتيجه اللي ما كيبغي انت براسك نهار اللي سالينا ما هناش قلتي قلتي ما يتسجلش هدف ما يتسجلش ياك، ختمتي باب الجمعه وخرجنا باش تبقى حي باش الله يرضي عليك. اما ملي كيتسجل حنا هادشي تا في كوب دافريك تعاهدناها منير،
اين فوا كتسجل خارج الميدان كنا كنفرحوا كنفرحوا علاش عندنا واحد الهدف غندافعوا عليه هنايا. دابا المشكله ديال لاعبين الوداد خاصك تدافع على 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 علاش كنقول لك انا كون سجلنا هنايا غادي تمشي ليه تخلي على الاقل الاهلي يبحث هو اللي غيبحث يبحث ب 90% ولا 80% عكس ما تشوفوا لاعب هو اللي مطريط كيتسناك وخصك انت تخرج دير لو جو ديالك. راه هذا هو الفرق اللي تيكون في الكره. انا ما فرقه خصها تخرج دير لو جو باش دير لا ديفيرونس وفرقه اللي كتقدر تسناك ولا هذا وتحاول تباغتك. ندى بناني قالت لك سول فخر الدين واش حسن نظر كان عنده خوتو كيلعبوا كره القدم كان إيه؟ كان عبد الغني كان جوج انا عرفت عبد الغني واحد مشى كاع مشى وقينا معاه جوج عبد الغني اللي عقلت عليه تا واحد صغير كان في الاولمبيك تا الصغير تا هو كان كان في الوداد ويمكن كاع كان غادي يديه مع الاسبان الا ما خفت نكذب ولا البرتغال نادر الا كان كيتصنتني انا ولا كاين ولد حسن راه كيلعب في كونفيرميني ولد حسن دابا تبارك الله راه مزيان محسن مزيان كيلعب البرتغال كاين تا ولد طاهر الخلج تا هو والطاهر الخلج كان بغى هنا باش يلعب مع الكوكب ولعب معهم وقيلا شي هذا ومشى فحاله ما يوقعش لهم كيف وقع الولد كركاش ولد كركاش منير هي مساله ديال خيار وديك لابليسير اللي اطرات عليها لا حنا دابا راه هذاك الخيار اللي كيبقى على دابا الوداد ما كانش امس الحاجه لواحد الدري في هذاك الشكيل ان بون تكنيسيان ميلو تيران ما عندناش راه كان خصنا دري صغير اللي غادي يقدر كي قلت لك انت في لي شونجمون ملي تبغي دير ان شونجمون تلقى شي حاجه سير لو بون دو توش فهمت اش بغيت نقول لك ضعنا لانه ما قال لك حتى الخيارات حتى الخيارات الاختيار الاختيارات والخيارات كلهم هادو كانوا ما كانوش في المستوى فين غنحط رجلي فين غادي ماشي هو حتى انا بالنسبه لي هذا شوف هذا موضوع بارك ما نهضروا عليه لان جميع الجماهير المغربيه خص الوداديه عرفات بانه لي ريكروتمون هذا العام ما كانوش في المستوى. واحد السؤال ديال ياسين فطواكي ولحسن الحظ القهوي سادين باش ما ديرش هادشي اللي باغي دير تاليهم مع الثمانيه ما يقرب لها لحسن الحظ بغى يقرب لها بطريقه اخرى قال لك احمد سلام سيمونير شكرا على هذا البرنامج الجميل سلم لي على فريخ سلم لي على فخر الدين سلم عليك خير وربح خويا بارك الله فيك. حكم السيره الذاتيه ديالو جيده السيره الذاتيه شوف السيره الذاتيه ديال الحكم كاع جيده ملي كيدخل الماتش كيقدر يفاجئك بشي حاجه نتايا والله ما عنده علاش تبغي تخرج ليه من التلفاز فوالا كاين شي حوايج منير والله العظيم انا كيبان ليا ديما مول اللي كتكون لاعب دي ماتش هما دابا الناس كيقول لك عنده سيره ذاتيه علاش اخويا كتوقع في الاغلاط ونزيدك حاجه اخرى باش نسالي نختم معك هذا انت في كاس العالم ما كتشوفش غياب ديالهم ديال الحكام والا من رحم ربي لا ومنير منير دوي معايا راه كاين غياب ما تقدرش على واحد جابوه داروه في بوندوتوش ولا عطاوه شي ماتش لا اللي قاد المباريات الا قاد المباراه شي مباراه اللي هي كتكون غير ما معني لا هذوك الفراق ديجا وقيل اليميني بجوج ولا الابار المرحوم ديالنا حنا بالقوله اللي خدا فينال راه ما عندناش راه خصنا نفرضوا راسنا صاحبي راه تابعينك الفيفا عندك تكون غلطه مونير شتي هذوك الناس اللي حيدوا بلاطير ومشاو شدوا بلاتيني راه لا لا سي راه الناس راه راه شحال وما حيت حتى راه الناس راه في خبرك وتقعد شاد فيفا عندك راسك مربعه يديها راه كتفرج وكتشوف وكيشوفوا تما عندهم الناس ديالهم اللي خدامين شي وخبرك كاين الناس الشغل الشاغل ديالهم في ديك الفيفا المقر ناس اختصاصيين في افريقيا كيجيبوا الصغيره والكبيره وحتى ملي ذكرتي سعيد بالقول الله يرحمه راه في افريقيا واسيد راه كانوا حكام من هذاك الجيل على داك الطين داك الحكم المصري جمال منظور داك الاماراتي علي الاماراتي تبارك الله تا هو علي بوجسيم علاش صاحبي ما تكونش هادو حكام كاريزما وتكون شخصيه لا واش ما بغيتوش تحكموا في لا ما بغيتوش تشاركوا في كاس العالم ناخذ بسرعه فيك السي محمد من كازا بسرعه السي محمد وي مساك خويا انا وسلام السي محمد الا جات على خاطرك الا قدرتي تنتظر معنا غادي نخرجوا من بعد نرجعوا نكملوا معك النقاش. سمعنا السي محمد من كازا السي محمد مرحبا الو السلام عليكم كنشكر السي مونير وسي فخدين الله يبارك فيك بارك الله فيك عندي واحد الانترفونسيون على لي رسوب ديال راجو الوداد مرحبا كنتمنى انهم يكونوا فهمتيني عندهم ان اسبري ديال البروفيسيوناليزم مابقاوش يديروا دي فوت بانال بحال اللي وقع في لالي شفنا بيت ديال الوداد سيتون واحد سيتون اوفر هاديه يعني فاسيل
والبيناتي اللي تقلتها هو فاسي موكاك يعني ما عارفين والبيت اللي سمك على الرجاء هو رستين فوق بارتاج ما بين الغارديان دي بيت والديفونسور يعني هاد لي فوق ما كتقامش يعني الفرق اللي كيكونوا تبارك الله ما لك انت فرقك بروفيسيونيل وهذا الاغلاط عندك حق ما ديال الزمالك ولا ديال هذاك ديال تونس تاعهم ما كيديروش دي فوق بحال هكا واحد كيعرق 91 دقيقه وفي الاخر كيعرق سي محمد وي الا سمحتي لي نبلغ غير واحد السلام لفخر الدين قال لك سلم لي على فخر الدين قول ليه سلم عليك ولد هيرس وقول ليه كنحييك على الصراحه الله يدي مسكينه هذا المهدي المهدي هيرس المهدي الله يودي العبد نصيب الله يسمو اولادو شحال هادي ما شفتهم تحيه ليه مسكين تحيه ليك خويا مهدي تفضل سي محمد تبارك الله وهادشي اللي بغيت نقول وكنتلاحظ ليهم انا وداد نبغيو راجا والوداد في القلب سؤال زوج في القلب والله العظيم لا لا ودابا ملي كتهضر على كوب دافريكا حنا قلناها كنوليو مغاربه اكثر من كيف دايرين هما تما في مصر حتى حنا لا ميم شوز كتبغي الخير لا لا يعني لا قسم بالله الا ديك النهار في لو ديرني ماتش ديال البطوله ديالنا البطوله ما بين هذا ملي كانت الوداد لعب الماتش مع الفيل والرجاء مع ما نجيش مع لي فار لي فار عندي البنيه الرجاويه فرحانه كنهنت فيها وانا هادو وكانت فيها وهذا فهمتي يعني كي لازم يكون ما يكونش فاناتيك يكون روح رياضيه ما انت دابا عندك لابتيت لابتيت رجاويه كي غادي دير واش غادي راه ما عندك كي قلتي انت خاصك الفير بلاي يكون عندك في الدار ايوا واش اللي كاين ونتمنوا لهم الله يبارك فيك ميرسي كي ترون اون فينال بجوج ان شاء الله الله ان شاء الله دابا المصريين راه شحال هما كيهضروا على لا فينال في القاهره الله ودي تكلب هذا الشيء ونرجعوا نهار عيد المسيره هما ديما كيهضروا خلاص ما عندك ما دير شكرا لك سي محمد تحياتي لك بارك الله فيك سي محمد التشكيله اللي غادي يدخل بها فريق الوداد البيضاوي اليوم حسب اخر معطيات اخر ما كاين تقناوتي في حراسه المرمى ما كاينش المزاح نصير على اليمين بدر قادرين على اليسار يحيى عطية الله ما غاديش قلت لك انا داك النهار انا قلت لك على حسب لابليسيون اللي خرج بها ديرنيرمو اذا كان تمزق عضلي ما يمكنش لي يبرى في 4 ايام ولا وسيرتو ملي كتكون ديفونسور لأن ملي كتكون مدافع كتشتغل كثار خص رجليك وخصك تدافع وخصك هذا ما ساهلش كومارا ونجم الدين اه بلاكس جبران رجع للمكان ديالو وليد كارتي من حسوني بديع اووك اسماعيل حداد وكازادي كازادي متوقع انه يبدا ماشي شي تشكيله اللي غتفاجئ بها الجمهور باينه 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 من غير يعني كي كنقول انا الاختيارات تقدر تشوف بحال دابا واش تقدر تبدا بمترجي مثلا تخليه يجرب بهم شويه ولا شي قضيه انا ويلي فري وباقي هذا ونخبي انا كاع واقيلا الحداد ونخبي ونخبي اوك فهمتي اش بغيت نقول لك هذه عاوتاني سيستيم دو جو كتقدر ديرو ولكن مع العلم كتقدر تفكر عاوتاني تفكير اخر تقول نخلي نبدا بهاد الدراري الا جاب الله التيسير مع عندهم شويه ديال كيف كنقولوا حنا داك التحرميات ديال الكره الا قدروا يستافدوا من شي كيما قال السيد اللي اتصل بينا دابا إذا قدر الله تا هما داروا شي غلط في الدخله ما عرفتي اش كاين عطونا انكادو راه مزيانه السيناريوهات كلها محتمله شوف انا هادو هما الماتشات اللي ما نبغيش ندبق بهم حتى شي حاجه مالغري انا كنتلاقى مع الناس كاين تخوف وانا متفق معاهم تيقول لك على حسب دابا الناس كتمشي خصوصا جمهور ديال الوداد تيمشي على حسب المعطى اللي عنده على حسب الفيكتيف اللي كيتوفر عليه على حسب لو ريتم ديال الدراري تيمشي بهذه الطريقه لي بروفيسيونيل سي فري ولكن انا حنا شويه مع الكره ومع هذا عشنا شي حوايج اللي تقلبات الامور فهمتي اش بنقول لك ما دخلش القواعد ديالنا انا تنقول طونك باقي فيك الروح لعب هادشي اللي كاين باقي ما متيش كريم فنتمنوا التوفيق لفريق الوداد شي واحد دابا شي واحد منير مضروب في شي بلاصه وباقي عنده جوج رجلين تيجري بهم وباقي كيدير اذا يبقى غادي طونك ما طاحش دابا الوداد غادي الحمد لله حنا نتمنوا نتلاقاو الاثنين ونكونوا نهضروا على تاهو ما عرفتيش كنكونوا نهضروا على ما عرفتيش المفاجاه اللي غتكون وقعت اليوم ندوزوا للمباراه ديال نهائي كاس الكاف ديجا بعدا النهائي الثاني على التوالي ديال نهضه بركان كاس الكاف امام فريق مصري اخر اللي هو نادي بيراميدز المصري اللي شفناه لعب مع حوريه كوناكري الحكم هو اليوم نيون حكم الكاميروني والفريق اللي احتج هو بيراميدز كيحتجوا على تعيين هذا الحكم ما بغاوش ما عليناش لا المهم هادشي كلشي داخل بادي 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 وبادي غيبدا يبدا هادي اسبوع وغيبدا انا كتك بيراميدز ما غاديش نهضه بركان كيفاش كتشوف نهضه بركان في المباراه النهائيه نهضه بركان عندها مباراه مغايره على المباريات ديال البطوله وعلى المباراه اللي لعبت الاخيره
لانك داخله واخا لعبات كوب دافريك بحال كنقول انا بقى عندها داك الاحساس ولو ريتم ديال البطوله. اسمح لي اسف خير الدين السي مصطفى مرابط الودادي قال لك هذه غير التشكيله المتوقعه ماشي رسميه، بالفعل هذه غير التشكيله المتوقعه لان الرسميه راه اللي عارفه هما مع العلم على انه هضرت معك انا اللي موجودين سير لو بون دو توش راه الناس عارفينهم ما كاينش شي حاجه كثيره فهمتي. انا غادي نهضر معك على بركان. على بركان. بركان الماتش اللي غتلعب دابا ماتش صعيب بزاف، فيه معطيات اللي بركان يمكن عشتها مع الزمالك فهمتيني، وغتعيشها مع واحد الفرقه اللي سميتها بيراميدز اللي ما ساهلاش اللي تاهي دخلت لهاد دخلت لهاد الاقصائيه ديال كاس افريقيا واستطاعت توصل للفينال، ماشي سهل. فريق حديث العهد. نزيدك حاجه اخرى العقليه ديال هاد اللاعبين والتعامل ديالهم في المباراه غادي يخلقوا لك مشكل. أي يعني بحال داك الشكل الاهلي والزمالك. هاد الاحتجاج دابا اللي دار على الحكم ماشي لله في سبيل الله، ماشي لله في سبيل الله، غادي يكون عنده تاثير حتى في المباراه ملي غادي يبداو نهار الاحد. اه وي الحكم غادي غير يصفر ولا يدير شي غلط وما يخلوكش حتى الدقه 90 من الاول. يشوفوا الحكم دار شي حاجه واخا يكون فيها الشك غير في 10% غادي يمشيو يزوقوا عليه، وغتلقى العميد الفريق وغتلقى لو بون دو توش ديالهم وقف ويقدروا يديروا لك شي حاجه اللي ما طاحتش على بالك. هما دابا واصلين على انهم كيقول لك هما بحال لا حنا ما نخليوش، حنا نتمنوا ان هذا الحكم يقود المباراه، عنده اداه اللي عنده راه هي فوق يستعن بها، واللي كيستاهل ينتصر ينتصر. نتمنوا الدنجاله حتى هي تكون ايوا راه هي راه على حساب دابا ولينا دابا كنهضروا اكثريه على الحكم. شو دابا غير هاد بيراميدز خلات تهضر لك على شي حاجه اخرى قالت لك الحكم ما بغيناش، دابا شافوه هما ضد الزمالك والرجاء. الزمالك الوغ شكون هو اللي تظلم؟ الرجاء. وما بغاوش كيقولوا هذا منين دار بحال هكا راه يقدر يقدمنا حنايا، راه هذا هو المشكل. نهضه بركان العناصر الخبره اللي دابا لعبات اربع سنين خمس سنين في نهضه بركان من رشيد الطاوسي الجعواني طارق سكيتيوي دارت كارد فينال مع فيتا كلوب العام الاول ثم فينال دابا داو كاس العرش. واش هاد الخبره هذه ديال هاد العناصر بلا ما نذكروا السميات راه كثار واش غادي تنفع في المباراه غادي حاجه اللي غادي تنفع من غير الخبره واش غيكونوا فيزيكمون مزيانين مع المصريين، حيت حنا بركان من واجهات حسنيه واجهت فريق جريح بعض الشيء عنده غيابات وقلنا عنده يعني التدريب ما كانتش كثيره، بزاف ديال المسائل اللي كانت عائق على 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 فريق حسنيه تكادير خصوصا المباريات اللي كان كيلعب في الاخر، لانه واحد الوقت كان كيبحث على الانتصار باش يامن المكانه ديالو في القسم الوطني الاول. هذه مسائل ما عندش بيراميدز. انا نقول لك واحد القضيه، انا كنت لعبت مع ضد المقاولون راه سبحان الله العظيم كتلعب مع الانديه المصريه في كاس النخبه فوالا عندهم فوالا عندهم كاين واحد البيت ديال المصنع كاين. انا كيبان لي يا منير بانه بيراميدز ما غيكونش خصم سهل بالنسبه لهضره بركانيه. بركان وسكيتي وخصهم يزيدوا يشتغلوا ويفكروا ويعرفوا بان راه الماتش اللي يجيهم صعيب، وهذا الضغط اللي دايره بيراميدز ما تقلش عليه. هي غير بغيت ندور مثلا ديال بركان كفرديات لان بحال مثلا قلت لك هاد اللعابه اللي فرديات شكون هما اللي عندك فرديات عندك ياجور ياجور وحدراف يلا داو كاس الكاف العام اللي قبل ياجور وحدراف كيفاش غتكون الامكانيات ديالهم كيفاش غادي، حيت كتعرف هاد القضيه داك الدفاع ديال بيراميدز ووسط الميدان ديالو لاعبين اللي عندهم من الامكانيات باش يخلقوا لك مشكل. سي با يعني ماشي ان ايكيب اللي ساهله باش تهزمها، فهمتي شنو نقول لك؟ دونك لا دابا انا كنضرب انه بركان عارفين بانهم الخصم ديالهم خصم صعيب، وسيرتو ملي كتكون مصري تونسي جزائري انا تنقول لك كيتسمى بحال ماتش دو ديربي شمال افريقيا. ونزيدك حاجه اخرى، كون كانت دابا فرقه من غانا ولا من هذا ما كانتش غادير احتجاج، ما غاتسمعهاش غاتهضر غاتجي غاتلعب وتجلس هادو ما كيتعاتقوش. نقولها بهذه العباره هذه
ما كيدوزوش لك هاد لي ديطاي، ما يدوزوش هاد لي ديطاي، والهضره راه دايره دابا عندهم هما، وكتوصلهم الاخبار وتيقول لي عندك وغادي نديرو، وهذا هو المشكل اللي كنوقعوا فيه. عرفتي منين خذوها؟ خذوها من داك الجانب ديال راه هاد الحكام اللي احتج عليه الفريق المغربي الرجاء، فهم اللي تعين اذا غادي يعوض هذاك الاحتجاج وغادي هادشي، راه هذا هو الخطاب. وانا بغيت نعرف هاد 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 الكاف واش الحكام ما كاينينش زعما كاع، هذا يلاه لعب ماتش ديال الرجاء وديجا النقطة ديالو ما كانش وقيلا اللي نقدر نقول لك فردين. هو دابا حنا كنهضروا على اليوم هو عرفتي حسب على يقدر غدا يجي تعيين ديال حكم. لا بغيت نقول لك انا ككاف واش ما كانش بامكاني؟ بالامكان. ما كانش بامكانك؟ كان بالامكان، بالامكان وفايت الامكان ليه. جزائري ما كاينش، تونسي ما كاينش زعما من هنا لغدا الله اعلم. لا كتيك زعما علاش حنا كاع ما ندخلوش في هذا الشيء كله كاع؟ كاين التونسي بعدا. انا عقدتك انا علاش ما نديرش واحد نخلي كاع نخلي هادو ترونكيل، نبقى ترونكيل من هنا الغدا لا نوي بورت كونسي. شوف عاوتاني شنو غادي يكون. ناخذ عبد الرحيم من كازا. سي عبد الرحيم مرحبا. الو السلام عليكم. نعم تفضل سي عبد الرحيم. انا بيضاوي كنشد فريق الرجاء البيضاوي، وكنت باغي ندخل من المقابل ديال الرجاء والزمالك. نعم فاش كنت عيط لكم قلت لكم راه اللياقه البدنيه غتكون عندها واحد الدور كبير، انه هذا لقينا كنتفاراو على البطوله ونسينا الدومي فينال ديال عصبه الابطال. حيت البطوله ملي دارت البرنامج باش نحضروا الدومي فينال ديال نصف النهائي، البرنامج يعني الاولاني. البرنامج الاول ما تحتارمش للاسف، ماشي ما تحتارمش، ملي كان هذاك البرنامج خاصو يتحط معاه هذاك القانون ديال فوق 6 اللعابه فوق 6 الحالات ما تلعبش، وقل من مثلا 7. هذا القانون اللي دار مؤخرا انك تلعب المباراه هو اللي خلانا درنا بزاف ديال التاجيلات، حاله جوج ثلاثه كنا كنديروا على جوج حالات كنا كنوقفوا المباراه، كتاجل المباراه. متفق معكم هذا خطا دارته الجامعه. والمهم من الدومي فينال اللي بغيت نهضر مع كونتر الزمالك والرجاء، كنشوفوا الرجاء البيضاوي اللياقه البدنيه كانت عنده ضعيفه، والدليل بانه نصف النهائي كيتلعب بايقاع عالي باش دير الضغط على الزمالك في المدافعين، خلاو شنا الزمالك خلاو تمتلك الكره، والدليل البيت بانه شدوا واحد 22 كره باس، وكانوا نشوفوا المتولي والحافظي راجعين للور تقريبا ما عندهمش اللياقه البدنيه باش يديروا البريسين. ولكن سي عبد الرحيم انا غنهضر سو كونترول ديال فخر الدين، انا يعني شي حاجه تقنيه خصني ناخذ المشوره ديال فخر الدين. اي انا كنعطي واش الطريقه باش كملوا اللعابه الرجاء الماتش؟ ما بانش لك ان اللياقه البدنيه في دوزيام ميطون كانت ربما اللعابه ديال الزمالك هما اللي عياو. هما اللي عياو. انا غنجيك هنا حيت المقابلات لعبات في البرومير ميطا، لقيت اللي سجلوا هما الزمالك يعني دوزيام ميطا طاحت اللياقه، حيت باش تلعب بايقاع عالي كتسمى الضغط العالي، حيت في الماتش ديال نفس النهايه واحد النقطة كنشوف أنا الجمهور البيضاوي كيقول لك هاد النتائج ما كناش نتسناو، كرة القدم ما فيهاش نتائج مفاجئة، اللي كتخص تكون مستعد بدنيا ذهنيا وخاصة العامل النفسي ولا كيلعب كثير في كرة القدم الحديثة، إن حتى حاجة ما كتربحش بالهضرة، الدومي فينال اللي باقي الروتور باقي كلشي ملعوب، حنا كنهضروا على الكرة الإفريقية باش تطور تكون اللياقة البدنية وين تلعب 90 دقيقة، كلشي ممكن في كرة القدم. والاحتجاج واحد النقطه، والاحتجاج على الحكام خاصنا نلغيو هذه العقليه ديال الاحتجاج على الحكام، حتى الحكم كيوقع في خطا السلطه التقديريه ديالو، الماتش ديال بركان والحسنيه اكادير لمسه يد كتبقى السلطه التقديريه ديال الحكم، واخا يمشي للبار السلطه التقديريه ديال الحكم هي اللي كتبقى. ودابا راه ذاك راه ما عرفناش شنو صفر، واش صفر لمسه اليد ولا هي ما عرفناش، هي كتبقى السلطه التقديريه باش ما نخلوش. يمكن الجمهور يهضر يحتج على الحكم، ولكن اللعابه ديال البطوله الوطني والرجاء خاصهم يخرجوا من هذا الفكر ديال الاحتجاج على التحكيم، يركزوا على المقابله كتلعب في 90 دقيقه خصك تكون محضر لها من الناحيه التكتيكيه واللياقه البدنيه والاستعداد النفسي، والمصريين كيحاولوا على الاقل كيضغطوا عليك اعلاميا نفسيا كيحاولوا، بحال واحد المعلق المصري اللي قال على الوداد ما خصوش يقولوا كيأثر عليه. ماشي انت معلق، هذاك راه غير بغى يدير شويه ديال الشو ديال البوز يدير شويه ديال، ولكن هذاك التأثير ما يلعبش على حنا تخلى الاحتراف للأسف، حيت المدربين دابا راجل الوداد كيشدوا واحد المبلغ ديال المال خاص يكونوا هما يعني ماشي المدرب اللي كيلعب بوحدو، راه حتى الطبيب النفسي والبدني يعني جروب اللي خاصو يبانك كرة القدم خاصو سي عبد الرحيم يخدم فيها جميع المكونات ديال كرة القدم، ماشي هو المدرب والاول، اللياقة البدنية والاستعداد النفسي باش نكونوا حاضرين، يعني كرة القدم اللي كتلعب. سي عبد الرحيم شكرا لك، شكرا على التدخل ديالك.
تحياتي لك وان شاء الله بالتوفيق للانديه المغربيه في هذه المنافسات هذه. البدايه اليوم مع الوداد والنهار الحد مع نهضه بركان. نقرا واحد التعليق ديال واحد الاخ ولكن قبل ذلك حظوظ نهضه بركان انت دابا فخر الدين. حظوظ ديال نهضه بركان انا كنظن بانه توقع اي غاليتي مع بيراميدز لانه ماتش ماشي سهل واخا في المغرب لا انا ما بقى شوف ما كاينش هاد لي فينال ما فيهم لا مغرب لا والو ما كاين لا جمهور لا والو ولكن كتحس بالتيران ديالك ما خاط حس هما بالعكس الضغط على النهضه بركانيه اكثر ما هو على بيراميدز. هادو انديه متمرسين اخويا منير انا كنهضر معاك بالمنطق ديال الكره هادي سي با ان ايكيب لي غادي فاسيلمون اباط غادي تجي وتدخل وتدير هذا. البركان خصها تبقى لعبه من الدقيقه واحد حتى 90 وهي دير احتياطات وبتركيز بيان سور بتركيز لانه ما كاينش هذاك الشيء الفيزيك ديالو ما انت غتشوف تفرج في الماتش يبان لك البيراميدز كيفاش واقفين وكيفاش هما غادي يضربوا ماتش ماشي سهل. وهذه القضيه ديال عندك ما بقاش عندك دابا شي حاجه كنسميها انا تيران نوتر لان خاوي من الجمهور. مصطفى مرابط الودادي قال لك سول فخر الدين على النتيجه المتوقعه بدون عاطفه ديال الوداد والاهلي. لا نعطيك نتيجه بدون ما نقدرش نعطيك النتيجه. انا الاحساس اللي كنحس به تنقول بان فريق الوداد يقدر يدير ان بون ماتش فقط وقف هنا. لا الا قلت لك ان بون ماتش صافي دير ريت قال شي حاجه اللي ان شاء الله تقدر تكون مزينه على الاقل. انا الاحساس ديالي عندي داك البريسونتيمون ديالي تيقول لي بانه الدراري يقدروا يديروا ان بون ماتش اللي ما ساهلش. حيت واحد القضيه دابا غنهضروا على الوداد كنهضروا مدخلين بزاف ديال الحوايج من غير التكتيك من غير مدخلين حتى العاطفه والمتمنيات ولكن ما كنساوش بانه راه غنواجهوا واحد الفريق اللي هو سميتو الاهلي وي اللي دائما تاريخيا حنا وهاد هاد دي زيكيب ماتشات ما كيكونوا ساهلين. داك ساندونز راه ربحوا 3-0 ليه راه جاو عند الاهلي تما راه ما قدروش يماركيو عليهم ثلاثه ماركاو غير بيت واحد وتاهلت الى عقدتي في ساندونز 5-0 كاع واقيلا 5 5-0 كي صعيب عليهم باش يديروا. اذا هذاك الفرق ديال الاهداف راه كياثر. دابا حنا مشكله ما حناش ما رابحينش حنا هنا كون انا رابحنا نقول هذا السيد نعطيه من هنا نقول له عندك واحد 90-95% كاليفي حيت هنا الفرقه الا تخرج تبحث على وتخلي لك ليسباس. دابا انت عندك جوج ديال الاهداف خصك تسجلهم وعاد تجري ذاك التروازيام بيت كيفاش غادي تجيبو باش تاهل. نعطيها واحد الاحصائيه واحد الرقم هو في تاريخ المواجهات المغربيه مع الاهلي ماشي في دور المجموعات ولا في الي وروتور تاريخ المواجهه فريق مغربي واحد اللي قدر يتجاوز الاهلي شكون هو؟ هو المغرب التطواني في 2015 دار 1-0 في تطوان وخسروا 1-0 في مصر وبضربه الجزاء باش فريق المغرب التطواني انا ذاك باش كان ما ساهلش هادو ماتشات بحال الديربي بحال غدا تمشي تلعب موليات مهران وتلعب مع شبيبه القبائل ملي كتكون فهمتي هادو ماتشات دابا الاهلي بيراميدز الزمالك هادو ماتشات كيكونوا متخاربين. ناخذ معنا سفيان من مراكش. سفيان مرحبا اخويا منير. تحياتي سي سفيان. لاباس عليك ديال فخر الدين كاهو لاباس عليك. الله يحفظك الله يحفظك نعماس. الله يبارك فيك سي سفيان. تفضل سي سفيان. وين توكاش الولاد اللي لعب زهير مطرجي؟ نعم. شويه اللي دخل مطرجي يلعب. بغيتي اليوم مطرجي يلعب؟ واش بغيتي يدخل ولا كتسولنا واش غادي يدخل؟ يلعب اليوم؟ واش كتسول عليه واش لاعب ولا بغيتي يلعب؟ راه باقي ما عرفتلكش اش بغيتي سي سفيان. واش داخل يلعب قلت لك؟ لا وهذا اختيار ديال كاموندي. اه كيبقى اختيار ديال المدرب ما بقى والو حتى انت واحد ساعتين تما كانت تجيك التشكيله وتبان لك التشكيله تلاح هادشي اللي كاين اخويا ونتمناو خير. واش اخبار الكوكب سفيان؟ كوكب ما عندي على اخبار. هو الكوكب كيسولوا عليه هو الكوكب. انا مع الوداد. مرحبا سي سفيان. مرحبا ودادي تحياتي لك سفيان. شكرا لك. وهذه القضيه راه غير من باب الدعابه لانه حتى كان واحد الوقت ما كانش شي مراكشي الا سولتي على الكوكب يقول لك ما عارف ما يمكنش. دابا وحاضره بحال الكوكب حاضره في القسم الوطني الاول منافسه كتلقاها خذات الرتبه الرابعه ولا الخامسه ولا الثالثه على الاقل منافسه كتكون كاينه. تبارك الله دوك اللعابه اللي دازوا تما راه قولينا فخر الدين واحد 4 ديال الدقائق. انا بغيت نتنقل معاك في اخر المستجدات ديال الانديه الوطنيه والتعاقدات مع المدربين. كنا بدينا مع الدفاع الحسني الجديد وعوده عبد الحق بن الشيخه. تطوان مع شي اسباني مع ماكيدا المدرب الاسباني مزيان. منين هذا؟ منين اسباني؟
لا منين اسبانيا شنو واش عنده في عنده انه حسب السي في اللي مكتوب في القائمه ما عنديش انا باش نتاكد واش نيت. قال لك كان مدرب مساعد هنا ومدرب مساعد هنا ومدرب برشلونه. انا اللي اثرني هو التصريح ديال رئيس المغرب تطواني رضوان الغاز اش قال عاوتاني نسخه طبق الاصل ديال داك التصريح اللي كان عطى بعد التعاقد مع زوران ان الاختيار ديال ماكيدا جا شفنا كيفاش داير والمعايير معايير وداك الشيء ما كاين مشكل. اللغه هادي اللغه لغه لغه ديال ديال خطابات اللي هي حتى الجمهور المغربي استأنس بهذا الشيء ولا مستأنس ولا تيعرف اش غادي يوقع. وكاين الجمهور مستأنس اذا المسؤول خصو يعيق. لا مستأنس الجمهور ولا كيقول لك ها ما غادي يقولوا لينا هو غادي يقول لينا سبحان الله العظيم ما كتبدا في الاول والثاني والثالث صافي كيبان كيولي بان فهمتي هادشي عندنا معاه مشروع عندنا هذا الوغ هو يسي في خسر واحد ربعه الماتشات ولا خمسه صافي ما كيبقى لا مشروع لا والو فهمتي كيولي غير مشروع كيولي هذا الرئيس تا هو يقدر يبقى يقدر ما يبقاش الى الدرجه معام ولا تيصدع وهذا تيمشي في حاله تيجي واحد اخر عاوتاني وهي غاديه وصافي. عرفتي انت منين انت كتخبط في هذه البطوله ديالك اللي كتهضر عليها بزاف واش عرفتي منين انت كتخبط في هذا الشيء بزاف 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 راه بزاف امونير راه حنا غاديين عرفتي كي غاديين حنا غاديين بواحد الطريقه اش نقول لك عشوائيه وصافي ونقول لك واحد القضيه ونهار بنهارو نهار بنهار نهار بنهارو عندك شي واحد يكذب عليك مشروع يعطيك تعطيه ميكرو بدا يقول لك حنا عندنا المشروع وعندنا هذا وشفنا فيه هذا والبروفايل وغادي نديرو شوف نهار بنهارو اربح نهار الحد تبارك الله ثلاث كي الا كاين شي فليسات كيزوزو من الدراري تيترينيو عاوتاني الحد الاخر الاخر وقعت شي كارثه شي ثلاث ماتشات ديال الخسران كيبدا عاوتاني التغيير ندوز بك المشروع اخر زيد مرحبا مولوديه الوجديه غدا غادي يتم التقديم غدا غيتم التقديم في كونفرنس عن بعد بين الرئيس هوار مع عبد السلام وادو الطاقم التقني يمكن فيه ان جوان ولا ان بريباراتور فيزيك يمكن من فرنسا وتم تعيين واحد التخصص سموه المدير ديال الفريق اللي هو هشام جابرييل قديره اللي كان في بارسلون اسكولا وفي ليكول ديال لايوفي هنا في الدار البيضاء. انا سولت قال لك النجاح لوادو لانه ما نحيدش ليه اون طونكو جوور والمنتخب ولكن في التدريب اول تجربه لي غادي تكون صعيبه سي ني با فاسيل والناس ذوي الاختصاص واللي عندهم اللي يعرفوا التدريب وضع عليهم هذا السؤال سولهم شنو غادي يقولوا لك واش الصعوبه حيت اول تجربه في التدريب اول تجربه وجده ولا الصعوبه حيت اول او شوف صعوبه في اول في التدريب والصعوبه الثانيه وجده المغرب الكلاسمون ديالو اللي كان تقديم ديال اللاعبين هذا العام كيفاش كان فهمتي بزاف ديال الحوايج داخل عليه مودو العقليه ديالو جايب تكوين فرنسي غيخدم في المغرب واش خصو ينجح ليه خصو يتعامل مع اللعابه بلا ديسيبلين راه بزاف ديال الحوايج لاعب مغربي كيولي المسير تيطلبك تكال عرلة مع ساعف مع مدير هادي كي مدربين ما تيبغيوش هذه القضيه هادي حنا نتمنوا ليه النجاح. كاين مجموعه ديال التغييرات على مستوى فرق القسم الاول كاين بعض التساؤلات ديال بعض الفرق مازال ما عرفناش ولكن في انتظار الرسمي. القسم الثاني من بعد الماست تبيد ديال جريندو غادي يهبط لو بونتوش هشام مصباح كمساعد هلال الطير كمدير رياضي الانفصال ديال اتحاد الخميسات على خالد بودرع والانفصال ديال الطاس على يوسف المريني. دوزيام ديفيزيون ما تخمخش خمم فيهم عادي داكشي ما تعيش راسك عادي ما تعيش راسك دوزيام ديفيزيون غيبداو وغادي تشوف عاوتاني تشوف مدرب هنا ومدرب هنا ومدرب غيمشي ما, 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 ما تعيش راسك. انت كتشوف القسم الوطني الاول كاع اللي كيكون فيه حنا العين والناس كلها متابعاه وما كيحيروا حتى شي واحد بقى عاد القسم الوطني الثاني شي حتى نجا عاوده تدريس المرابط كمدير رياضي. تقني مدير تقني باقي بيدرو بن علي والتثبيت ديال صمد رفيق وداك الشيء الفتح الرباطي التثبيت ديال الخلفي واحتمال ان حموده بن شريفه هو المساعد الاول ديال التثبيت عماد قطبي حتى هو التثبيت عماد قطبي مساعد ديال الخردين دخول عماد قطبي جماعة حوايجكم وخرجوا دخول عماد قطبي حنا غنمشيو شكرا فخر الدين شكرا لك خويا منير وحظ موفق ان شاء الله الوداد ونتبارك نهار ونتلاقاو نهار اثنين على ايقاع الانتصارات شوف كل شيء ديال سيدي ربي الله شكرا مراد في الاخراج شكرا يونس في الاخراج المرئي هذا منير اوبري يحييكم الى اللقاء.